بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم فقهنا في ديننا وفي أمور دنيانا وأخرانا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا رب العالمين، أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطان نصيرا. وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين، وحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم في تكملة وقت الظهر في مواقيت الصلاة، في كتاب الصلاة دخلنا في مواقيت الصلاة أي أوقاتها، وقلنا أن وقت الظهر يبدأ من ميل الشمس عن كبد السماء وتحول الظل من جهة الغرب إلى جهة الشرق. مجرد هذا التحول، مجرد الشمس تبقى في زاوية 90 بعد الشروق تماما، تستوي في كبد السماء، فمجرد حركتها ولو همسة قليلة يتحول الظل إلى جهة الغرب، ظل الشيء يتحول إلى جهة الشرق. مجرد تحول هذا الظل بدون الزيادة يسموه ظل الزوال، اللي هو أكثر ظل ممكن، يبقى ده دخل وقت الظهر، يوم يأذن للظهر. وبعدين تبدأ الشمس في رحلتها تستمر جهة الغرب، ويطول الظل جهة الشرق، ويسموا في هذه الحالة الظل اللي جهة الشرق ده فيء. يبقى ما كان قبل الظهر يسموه ظل، وما كان بعد الظهر يسموه فيء. وده فرق، الفيء ده تلاقيه باستمرار ظله يطول، والظل ظله يقصر. فالظل بينسلخ، يعني الشمس تسلخ الظل والفيء يسلخ الشمس، فهمت؟ يقوم كل ما يطول الفيء كل ما الشمس تبقى قربت تموت تغرب يعني، وكل ما يقصر الظل كل ما تبقى الشمس في قوتها. يبقى علاقة الشمس مع الظل غير علاقة الشمس مع الفيء، عكسية. يبقى كلما طال الفيء، فهمت بقى الفيء اللي هو ايه؟ اللي هو ظل الشيء جهة الشرق عند تحول الشمس جهة الغروب بعد دخول وقت الظهر، حتى يصير ظل الشيء مثله زائد ظل الزوال، زائد ظل الزوال. ظل الزوال اللي هو لما توضح حاجة كده على الأرض، عمود مثلا تغرزه على أرض مستوية، وبعدين لما تبقى الشمس في زاوية 90 في درجة 90 فوقه، ده يسموه أكثر ظل ممكن، ده يسموه ظل الزوال. تحسب طوله، طول مثلا 30 سنتي 40 سنتي زي ما يكون، لأنه بيختلف حسب فصول السنة وحسب موقع البلد. فلنفرض إن أنا وضعت عصا غرستها عمودية على الأرض طولها متر، فقصر ظلها تدريجيا حتى ظهرت الشمس في كبد السماء، فكان ظلها على الأرض 30-40 سنتي. ده أقصر ظل ممكن، ده اسمه ظل الزوال، اللي هو ما يقلش عنه، يعني يفضل يقل 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 لحد ما يوصل ليه، وبعد كده يتحول الجهة الثانية، وبعدين بعد كده يزيد 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 فيء لحد ما تغرب الشمس. خدت بالك؟ يبقى أقل ظل يسموه ظل الزوال. إذا تحول ظل الزوال ده إلى جهة الغرب، ده وقت الظهر، أول وقت الظهر. لما يصير ظل الشيء مثله زائد ظل الزوال،
يبقى متر واربعين في المثال بتاعه، يبقى انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. كويس، يبقى بقى متر واربعين على اساس ال 40 سنتي هي ظل الزوال، والمتر اللي هو طول الشيء اللي انت زرعه على الارض عمودي، يبقى انتهى وقت الظهر. وبعدين بعد كده تفضل الشمس برضو في جهة الغرب في رحلتها الى الغروب، يفضل الفيء يطول يطول حتى يصير ظل الشيء مثليه. يبقى اول ما بقى ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر، دخل وقت العصر عندنا معاشر الشافعية والمالكية والحنابلة. اما يبقى ظل الشيء مثليه دخل وقت العصر عند الاحناف، لكن احنا وقت العصر عندنا يدخل قبله بدري. لما يصير ظل الشيء مثليه انتهى وقت الاختيار عندنا في العصر، ودخلنا في وقت الكراهة، يعني اخرته قوي لحد ما تغرب الشمس، يبقى انتهى وقت العصر. تغرب الشمس يعني ايه؟ يعني تختفي في الافق، ما يبقاش فيه حتى حاجب الشمس ينتهي، ما يبقاش فيه اي جزء من قرص الشمس باين. مجرد ما يسقط قرص الشمس يبقى كده خلاص تقوم تفطر، اذا كنت صائم واذا كنت جاهز للصلاة تأذن المغرب وتصلي المغرب، ده وقت المغرب. اول ما تغرب الشمس هتلاقي في الافق في شفق احمر وشفق ابيض وسواد ظلمة. اول ما ينتهي الشفق الاحمر دخل وقت العشاء وانتهى وقت المغرب عند الشافعية والمالكية والحنابلة. والاحناف عندهم دخول وقت العشاء بزوال الشفق الابيض كمان، اللي هو الوقت اللي في النتيجة عندنا. وبعد كده تنتظر الفجر لحد ما يجي قبل الفجر بتلتين ساعة، تلاقي ضوء كده ينعكس لأن الشمس لسه تحت الأفق عايزة تشرق بقى، وهي تحت الأفق يجي لحظة من اللحظات تدي لك شعاع كده، يقوم إيه الشعاع ده يروح عامل علامة ويختفي في لحظة كده في السماء، ويكون بالطول عمودي على الأفق. ده يسموه الفجر الكاذب. الناس اللي عايشين في الصحاري وفي البراري يعرفوا الحاجات دي ويشوفوها، لكن اللي عايشين في المدن علشان المباني العالية ما بيشوفش الحاجات دي. لكن مهمة ليك كمسلم تعرفها، لأن ممكن تبقى في صحراء، تبقى في رحلة برية، تبقى في أي وقت من الأوقات، فعايز تجاهد في سبيل الله في يوم من الأيام لما يطلع كده حاكم مسلم يقول حي على الجهاد ونعمل الجيوش، يبقى ممكن تتعرض لمثل هذه المواقف تعرفها. هتلاقي إيه اللي بالطول ده العمودي على الأفق ده، ده مش أذان الفجر. خد بالك ده مش هو ده الفجر، ده الفجر الكاذب، هو ده اللي بيأذنوا فيه الأذان الأول في المدينة وفي مكة، واللي ابتدي معاه التواشيح في إذاعة القرآن الكريم. كويس، يعمل لك تواشيح ويعمل لك إيه قرآن وشغلانة كده، يشغل الناس الأول ويخليهم يستعدوا، اللي عايز يصوم يتسحر، واللي ما صلاش الوتر يستعجل يوتر، واللي نايم يقوم يلحق يستعد للفجر. كل ده معمولة أساسا الأذان الأول لهذا السبب، كأن ربنا عمل لك الفجر الكاذب ده علشان النايم يصحى يتوضأ بقى ويستعد، الفجر هيجي. بعدين يجي الفجر الصادق بقى اللي هو مع الأذان بقى اللي هو عشان هتصلي، تلاقي يجي شعاع تاني، يجي نور كده يروح منور لك الأفق بالعرض ويختفي بالعرض بقى، محاذي لإيه؟ للأفق، موازي للأفق، ده بقى الفجر الصادق. تقوم إيه؟ تقول ساعتها قوم أذن. يأذن بقى إيه؟ للأذان، وتصلي سنة الفجر القبلية، وبعدين تقيم لصلاة الصبح، وكده تبقى أنت عرفت مواقيت الصلوات كلها. ده باختصار، لكن في تفاصيل بقى هنقراها النهارده. احنا كنا واقفين على قوله أي ميل الشمس اللي هو الزوال، تعريف زوال، وأول وقتها، وأول وقتها وقت الظهر يعني زواله، أي ميل، يبقى الزوال هنا بمعنى الميل، الشمس عن وسط السماء اللي هو كبد السماء اللي هو زاوية 90 بالمنقلة، بتوع حصة الهندسة بتوع زمان في منقلة كده، حاجة اسمها منقلة فيها زاوية 90، دي كبد السماء. أول ما تنزل حاجة بسيطة يبقى ساعتها ده بقى إيه؟ وقت الظهر. أي ميل الشمس عن وسط السماء متعلق
احنا عندنا الجملة الشبه الجملة اللي هي الجر والمجرور وكذا الظرف تلاقيه ليه تعلق، يا اما يتعلق بمحذوف يا اما يتعلق بايه، يتعلق بفعل قبله، لكن هو في ذاته يسموه جر ومجرور. اما تقول مثلا ايه المدرس في الفصل، اعرب المدرس مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، مش كده برضو؟ في الفصل في حرف جر، الفصل مجرور بحرف الجر فيه وعلامة الجر الكسرة الظاهرة، سهلة. وشبه الجملة من الجر والمجرور متعلق بمحذوف خبر. اختصارا كانوا المدرسين يقولوا لنا في ثانوي واعدادي يقول لك يعني شبه الجمله خبر، لا الحقيقه بقى شبه الجمله ما ينفعش يبقى خبر. شبه الجمله ده متعلق بمحذوف تقديره مستقر، المدرس مستقر في الفصل، يبقى المحذوف هو الخبر. فهمت ازاي؟ مستقر او كائن او قائم او جالس. فهمت ازاي؟ يبقى الجر والمجرور تملي يبقى متعلق اما بمحذوف لو كان في جملة اسمية او بفعل قبله ان كان في جملة فعلية. فهمت بقى الكلام؟ وعلشان كده بيقول لك ايه عن وسط السماء متعلق بزوال اي ميل، واول وقتها زواله اي ميل الشمس. فزوال دي اللي هي كلمة زوال دي هي دي اللي متعلقة بإيه؟ متعلقة بالجر والمجرور عن وسط، يعني عن إيه؟ عن وسط السماء عند الزوال، يعني عند وقت الزوال، يبقى بيتكلم على وقت الزوال. فهمت إزاي؟ أدي معنى كلام التعلق. لا بالنظر لنفس الأمر، لا بالنظر لنفس الأمر، نفس الأمر اللي هو علم الله وواقع الأمر اللي هو ما في علمك أنت. كويس؟ نفس الأمر ما في علم الله وواقع الأمر هو ما في علمك أنت أيها المخلوق. أنت متعبد بإيه؟ بواقع الأمر مش بنفس الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه في رمضان؟ إذا غم عليكم الهلال فأتموا عدة الشهر 30. ما قالكش بقى إيه تكلف واصعد فوق السحاب وشوفوا هو ظهر ولا لأ، ما قالكش كده. قد يكون في نفس الأمر، قد يكون في نفس الأمر موجود الهلال، لكن في واقع الأمر أنا ما شفتوش بسبب السحاب. كويس؟ يبقى في الحالة دي رمضان لم يأتي في واقع الأمر وبدأ في نفس الأمر. أنا متعبد بنفس الأمر ولا بواقع الأمر؟ أنا متعبد بواقع الأمر. فهمت بقى المسألة؟ لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلشان كده الشمس لما بتتحرك في كبد السماء وتنزل كده على ما ضوءها يجي ويوصل لي هنا في الارض عايز 8 دقائق ضوئيه، يفضل ماشي الضوء لحد ما يخبط في عيني هنا واشوفه بعد ما يكون انبعث من الشمس بقاله 8 دقائق مسافر في الفضاء لحد ما يجي لي بسرعه الضوء. يبقى كأن بالظبط بعد 8 دقائق من تحركها في نفس الامر ظهر عندنا دخول وقت الظهر في واقع الأمر. أدي معنى كلام الشيخ. علشان كده بيقول لك إيه؟ لا بالنظر لنفس الأمر. يبقى عن وسط السماء متعلق بزوال أي ميل، لا بالنظر لنفس الأمر أي لما في علم الله لوجود الزوال فيه قبل ظهوره لنا بكثير. مش كده برضه؟ فقد قالوا، ده علماء الفلك بينقل عن علماء الفلك في عصره. عصره كان ايه؟ القرن الثاني عشر الهجري. الشيخ البيجوري كان شيخ الازهر في القرن الثاني عشر الهجري، الثالث عشر الهجري تقريبا. فقد قالوا ان الفلك الاعظم المحرك لغيره يتحرك في قدر النطق بحرف متحرك 24 فرسخا. قدر النطق بحرف متحرك يعني على قد ما تتني ايدك كده، تتني ايدك يمكن اقل من ثانية غمضة عين. فبيقول ان سرعة الفلك ده في غمضة العين دي قدره 24 فرسخا. وقال بعضهم إن الشمس تقطع في خطوة الفرس
في شدة عدوها 10,000 فرسخ. هو عايز يعني يبين لك. دلوقتي طبعا العلماء حسبوها وقال لك بيننا وبين الشمس 8 دقائق ضوئية، فبقت الحكاية محسوبة أحسن من زمان. ولذلك لما سأل صلى الله عليه وآله وسلم جبريل هل زالت الشمس؟ قال نعم لا، أو قال العكس، قال لا نعم. هل زالت الشمس؟ قال لا. وأول ما خلص لا كانت زالت، فقال نعم زالت في لحظة نطق الحرف. فهمت المعنى؟ فجابوها من هنا، قال لك يبقى المسافة بيننا وبينها لحظة نطق حرف. عرفوها من الحديث ده لما سيدنا جبريل قال لا نعم، عشان تقول لهم الفقهاء دول بيجيبوا أي كلام يعني، راحوا قاسوها. ما هو بيعرفوها بإيه؟ بالإشارات في الأحاديث. فلما سأل سيدنا جبريل زالت الشمس؟ فقال لا نعم. فلما سأله، أول ما سأله لم تكن زالت، فلما قال لا تحرك الفلك 24 فرسخا وزالت الشمس، فقال نعم. عرفت بقى جابوها منين؟ يبقى لا بالنظر لنفس الأمر بل لما يظهر لنا، يبقى واقع الأمر. يبقى أنت متعبد بواقع الأمر ولست متعبدا بنفس الأمر. دلوقتي اليومين دول الصحفيين والناس اللي ما درسوش الدين يقول لك لا احنا عايزين بقى ايه، هو الهلال ظهر ولا ما ظهرش؟ لو ما ظهرش نطلع فوق السحاب لازم نشوفه. عايز يوصل لنفس الامر، مش كده؟ برضو المذيعين والصحفيين والجماعه اللي ما درسوش مثل هذه الفقه الاسلامي متصورين اننا مكلفين اننا نعرف الامور بدقه متناهيه. ابدا، احنا مكلفين بواقع الامر مش بنفس الامر. حكايه سهله، وعشان كده الفقهاء ما كانوش ايه بيفركوا قوي ويحزقوا قوي في الشغلانه دي، مش قلقانين، لان فاهمين عن الله، ربنا كلفهم بواقع الامر مش بنفس الامر. فاحنا مش مكلفين نعمل مرصد ضخم ونعمل مش عارف ايه ونتخانق مع بعض كل سنه، وانت شفت لا ما شفتوش، طب احلف، طب ما محلق. الكلام ده ما ينفعش. وهم صاموا في السعوديه ولا صاموا في ايران ولا هيصوموا في ليبيا ولا صوموا في باكستان، شغلانه ملهاش معنى. احنا ظهر الهلال في اي مكان بشهادة عدل ضابط، يبقى هذا الظهور يكفي لكل من بلغه في بلاد المسلمين ظهوره. فكان زمان ساعات تحتاج الحكاية دي على ما توصل بسبب بعد المسافات وعدم وجود وسيلة للاتصال، على ما يوصل يكون ظهر فعلا بفرق يوم. فعلى ما يجي لي يقول لي ده ظهر مثلا يوم السبت وانا ما كنتش شفته فصمت يوم الحد، لكن هو على ما جالي يوم الخميس قال لي ده احنا ظهر عندنا في الشام واحنا قاعدين في اليمن، ده ظهر في الشام يوم السبت، احنا صمنا رمضان يوم السبت في الشام، انتوا صمتوا امتى؟ نقول له والله احنا صمنا يوم الحد، وبيقول لي الكلام ده يوم الخميس، يعني انا ما اعرفش ارجع تاني اصوم معاه. وعشان كده كان لكل بلد رؤيته لعدم وجود وسيله للاتصال المباشر في نفس الوقت. وظل الامر في بلاد المسلمين على هذا الامر سهل، بعد ما بقى الاتصال في يعني سريع بالوسائل الوقت المحمول، وممكن بالنت وبوسائل كثيرة سهلة، بحيث انك انت تقدر تسمع كلامه اللي بيقوله الوقت في نفس اللحظة اللي بيقولها، يعني حاجة عجيبة دي. فلما كثرت البلدان والمسافات وبقى سهل الاتصال، يبقى مجرد وصول العلم في اي بلد اسلامي ان ظاهر الهلال وجب عليها الصيام، خلاص مش عايز اخناق. لكن المشكلة ليه بقى كل سنة لحد دلوقتي بيتخانقوا؟ لأن لم يتفق علماء المسلمين ومفتين بلاد الإسلام كلها على ضوابط متفقة بينهم جميعا على من يثبت الرؤية. هو أي واحد يجي يقول لي أنا شفت الهلال أقول له تعالى. فهمت إزاي؟ في بعض البلاد يجي له أي واحد كده في الصحراء يقول له شفت الهلال، يقول له مبروك خد المكافأة، ياخد المكافأة يقول له كمان هلال. فتبقى الحكايه مش منضبطه. فلازم يبقى في انضباط. يجي لك واحد مثلا ماشي بعصايه كده زي بطريقه برايل ويقول لك شفت الهلال، اذا كان هو مش شايف سكته هيشوف الهلال؟ ودي المشكله، ان في بعض البلاد الاسلاميه بتقبل شهاده اي حد. اي حد يقول له انا شفت حاجه يقول له خلاص شاف، جات لنا ويكفي فيها شهاده واحد صوم، ويكون هو فعلا ما ظهرش. فيقوم يخلي البلاد الثانيه المفتي الثاني يقول لك لا انا مش هاخد برؤيه البلد دي. فهو دي المشكله، الخلاف بينهم ان مش قادرين يوصلوا لطريقه منضبطه.
لقبول الشاهد على رأي الهلال. فالعيب مش في الإسلام، العيب فينا إحنا اللي مش عارفين نتفق. وبعدين إحنا دلوقتي إذا كان المفتين البلاد الإسلامية وهم العلماء مش قادرين يتفقوا على حاجة، عايز بقى حكام البلاد الإسلامية وهم ما يعرفوش نواقض الوضوء يتفقوا على حكم شامل للبلاد الإسلامية؟ يعني بذمتك يعني عايز دي تتصورها؟ إذا كان العلماء مختلفين، ما هو إذا فسد العالم وفسد الحاكم وفسد الغني فسد الزمان. ثلاثة عليهم صلاح الزمان وفساد الزمان. ثلاث أنواع. العالم والحاكم والغني. واضح الحكاية سهلة. اجتمع العلماء ما اتفقوش. واجتمع الحكام لم يتفق، والأغنياء لا يخرجوا الزكاة. يبقى خلاص. أمريكا تيجي تخبط فينا وتقعد بقى تاخد خيراتنا. مش أمريكا بس، وكل من هب ودب. ليه؟ لأن خلاص بقى ما مش متفقين، مختلفين. فالحكاية كلها بسيطة. فلما يجي صحفي يقول لك يعني ليه مش عارف، يقول له يا سيدي احنا متعبدين بواقع الأمر لا بنفس الأمر، فما تقلقش. والله شفنا الهلال خير صمنا، ما شفناهوش ما بيجراش حاجة. يجي رمضان بعد بكرة، بعد بكرة ما يجراش حاجة، حكاية سهلة. فالأمر مش عميق، مش خلاف عميق زي ما بيصوروه لك ويعتبروه لك ان المسلمين كده يعني حالهم سيء للغاية. دي أبسط خلاف بين المسلمين وسهل خالص، يعني حله سهل. بل لما يظهر لنا، أي بل بالنظر لما يظهر لنا، فلو شرع في التكبير قبل ظهوره لنا ثم ظهر، يعني قال إيه؟ الله وأكبر، بعد ما نطق الألف بتاعت الله أكبر كان دخل وقت الظهر، لكن ساعة ما نطق الألف ما كانش لسه دخل وقت الظهر، تبقى ما صلاة الظهر باطلة. لأن لابد من صحة الصلاة دخول الوقت. واضح؟ علشان كده بيقول لك فلو شرع في التكبير قبل ظهوره لنا، قبل مش نقول له لا صلاتك صحيحة أصله في وقت في نفس الأمر الشمس زالت قبل الساعة بتاعتي ما بتقول، فصلاتك صحيحة. يقول لك أصل أنا قلت الله أكبر ويا دوب خلصت الله أكبر، هبتدي الفتحة لقيت الأذان أذن، الصلاة الظهر بتاعتي صحيحة يا عم الشيخ. يقوم عم الشيخ بقى ايه مش فاهم القاعده دي، يقول له لا يا سيدي، ما احنا الشمس على ما بتكون بانت لنا يكون فاضل 8، فات عليها 8 دقائق، فانت صليتك صلاتك صحيحه ما جراش حاجه. يلا يا عم. ليه؟ لانه افتاه بايه؟ بنفس الامر، والمفروض يفتيه بواقع الامر. فهمت بقى المساله؟ فلا، يقول له لا كده ما ينفعش، لان نحن متعبدون بواقع الامر، فلا بد ان تكون همزه الله في الله أكبر في تكبيرة الإحرام تكون بعد ظهور ميل الشمس عندنا نحن البشر على وجه الأرض، لا في نفس الأمر. فهمت بقى المسائل؟ يبقى ساعتها تقول له لا، تعيد التكبيرة تاني، اخرج من الصلاة أتمها على إنها نافلة، لكن مش هي دي الفريضة. واضح؟ الإمام مسؤول اللي هيفتيهم وهيثقوا فيه. على إيه؟ على إنه أذن بعد قبل زوال الشمس. وهم ناس عوام. خلاص صلاتهم صحيحة عندهم. لجهلهم. وهو مسؤول. لأن المفروض إن كل يعني طائفة بينفر منها واحد أو اتنين يعلمهم أمور دينهم. فالمفروض كل قرية، كل نجع، كل حارة، كل حي يبقى في على الاقل واحد يعلمهم امور دينهم. فلو جت قريه كده كامله ما فيهاش واحد يعلمهم امور دينهم تبقى كل القريه آثمه. لازم واحد فيهم يبعت ابنه للازهر يتعلم عشان يجي يعلم القريه كلها. والا تبقى كل القريه آثمه. فهمت؟ لا، ما هو الاذان نفس الحكايه، اصل الاذان اول ما يقول الله اكبر في الاذان انت من حقك تقول الله اكبر تخش في الصلاه. لا، افرض الامام امن الناس على اذان غيره. أنا فهمتها كده، سؤاله كده، على أذان غيري. فهمت المسألة؟ فيبقى ساعتها برضه لازم يكون في واقع الأمر لا في نفس الأمر. هي دي المسألة. بل لما يظهر لنا، أي بالنظر لما يظهر لنا، فلو شرع في التكبير قبل ظهوره، يعني ظهور الميل لنا، ثم ظهر ولو في أثناء التكبير، ولو في أثناء التكبير حصل
لم يصح وإن كان التكبير حاصلا بعد الزوال في نفس الأمر، يعني في علم الله. وكذا الكلام في الفجر وغيره، يعني في سائر الصلوات بقى. واضح الكلام سهل؟ طيب. ويعرف ذلك الميل بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد تناهي قصره الذي هو غاية ارتفاع الشمس. الكلام اللي احنا شرحناه في الأول سهل. فإذا أردت معرفة الزوال، ده كلمة بقى عاملها لك برشامة كده بلغة الطلبة البلد، للإمام الشيخ إبراهيم البيجوري عايز يعمل لك برشامة تعرف بسهولة. أنت لما تروح أي بلد تعرف بسهولة الظهر وجب ولا ما، وأنت معكش ساعة، واخد بالك؟ الظهر وجب ولا ما وجبش، والعصر دخل وقت ولا ما دخلش، وأنت لا تعرف ساعة، لا معاك ساعة، ولا البلد دي فيها جالية إسلامية عشان تسألهم مواقيت الصلاة عندكم إيه. هيدي لك حتة برشامة صغيرة كده تفهم بيها، برشامة بلغة الطالب البليد اللي هو إيه، مش بلغة الطبيب اللي بيبلعها يعني. فإذا أردت معرفة الزوال فاعتبره بقامتك بلا عمامة. اعتبر وانت ما تقف كده بلا عمة، لأن العمة غير منضبطة. عمة مثلا عراقي هتلاقيها كده، عمة شامي تلاقيها كده، عمة مصري تلاقيها مبططة، يبقى العمة مش منضبطة، مش كده؟ يبقى لازم تاخد قامتك بلا عمامة عشان دي حاجة منضبطة. فاعتبره بقامتك بلا عمامة غير منتعل، برضو غير منتعل عشان تبقى منضبطة، لأن ممكن تبقى لابس كعب كوباية، كعب عالي، من غير كعب خالص كده، غير منتعل. أو شاخص تقيمه، شاخص يعني عصاية، أي حاجة إيه ليها ظل يعني. أو شاخص تقيمه في أرض مستوية، وعلم على رأس الظل، تحط عصاية في الأرض دي، بنزل لها، اعمل خط على رأسه واقعد جنبه، شوفه لقيته بيطول يبقى احنا دخلنا في وقت الظهر ومعدي، لقيته بيقصر يبقى لسه الظهر ما ادانش. سهلة، لأنه بيفضل يقصر الظل والفيق يطول، الظل يقصر قبل الظهر والفيق يطول بعد الظهر، مش كده برضو؟ فأول ما تبص عملت الخط لقيته بيعلى عنه بيطول عنه يبقى ده فيق، يبقى احنا بعد الظهر. كويس؟ لقيته بيقصر يبقى لسه الظهر ما ادانش. دي بسرعة كده في لحظة تعرف حتى الغرب من الشرق، كل حاجة تعرفها بقى في المكان اللي انت فيه. هنشوف هنا، وعلم على رأس الظل فما زال ينقص فهو قبل الزوال، وإن وقف بحيث لا يزيد ولا ينقص يبقى انت وقت الزوال بالظبط. لو لقيته واقف كده لا بيزيد ولا بينقص وبعدين بعد شوية تحول، يبقى انت هنا بقى ايه، هتخش في بداية وقت الظهر. واضح؟ وإن وقف بحيث لا يزيد ولا ينقص فهو وقت الاستواء، وإن أخذ الظل في الزيادة علم أن الشمس زالت، أو علم يعني اللي شخص الشخص ده علم أن الشمس زالت. وقد ذكر السيوطي، الإمام السيوطي في قال إيه اللي هو جلال الدين السيوطي، وقد ذكر السيوطي مدفون هنا قدام السيدة عائشة على طريق صلاح سالم كده، الإمام السيوطي جلال الدين السيوطي صاحب تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. جلال الدين المحلي في القرن السابع الهجري كان شيخه بس لم يلتقي به طبعا، بينهم 200 سنة، شرع في تفسير القرآن من أول سورة الناس ومشي بالعكس كده لحد ما وصل للكهف بطريقة الحفظ بتاعت الكتاتيب بتاع زمان، ده جلال الدين المحلي، ومات ما كملهاش. بعد 200 سنة جاء جلال الدين السيوطي راح مكمل تفسير القرآن بنفس طريقة جلال الدين المحلي من أول بقى الكهف ومشي كده بالعكس لحد ما خلص الفتح، وسموه تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، مطبوع معروف يعني في السوق. وقد ذكر السيوطي اللي هو جلال الدين السيوطي لظل الاستواء في الإقليم المصري، لأنه كان مصري السيوطي نسبة الأسيوط يعني الأسيوطي، السيوطي يعني ايه منسوب لأسيوط يعني. ذكر لظل الاستواء في الإقليم المصري أقداما
بيقول لك ظل الاستواء هو اقصر ظل. في مصر بيختلف هذا الظل، ظل الاستواء ده اللي هو اكثر ظل، حسب شهور السنه القبطيه مش السنه الهجريه، لان السنه الهجريه بتلف في ايه؟ في الفصول كلها، لكن السنه القبطيه ثابته، تلاقي كل سنه طوبه في البرد، كل سنه كده مثلا. يعني امشير تلاقيه مثلا في الوقت اللي هو فيه شده الريح، وهكذا ثابت مع حركه الشمس. يعني عشان كده ضبطها الامام السيوطي ظل الاستواء بالشهور القبطيه، فهمت ده؟ ولم يضبطها بالشهور الهجريه. ها؟ لا، القبطيه كمان ظهور الشهور الزراعه لانها ثابته مع حركه الشمس، انما الشهور الهجريه مع حركه القمر، واحنا مواقيت الصلاه مع حركه الشمس مش مع حركه القمر. فدور على على الشهور اللي ماشيه مع حركه الشمس. القبطيه يا استاذ، القبطيه يا استاذ. وقد ذكر السيوطي لظل الاستواء في الاقليم المصري اقداما، يعني اطوال بالقدم كده، مرتبه على الشهور القبطيه لكونها لا تختلف بخلاف العربيه، فانها تدور في السنه، حيث قال جمعها لك كلها في بيت شعر كده الامام السيوطي. قال ايه؟ جمعتها في قولي المشروح جملتها تظى جبا ابدا ابد وحى. جمعتها في قولي المشروح جملتها تظى جبا ابد وحى. يبقى عملها لك في 12 حرف هجائي، تظى جبا ابد وحى، دول 12 حرف هجائي ب 12 شهر في السنه. الطاء طوبه، الطاء شهر طوبه، يبقى ظل الاستواء فيه 9 اقدام. كويس؟ وبعدين امشير رمز ليه بزاي؟ طظى، طهزة، أمشير بعد طوبة على طول. تقل القدمين في شهر أمشير، يبقى 7 أقدام تصل للاستواء. 7 أقدام، كويس؟ وبعدين برمهات، رمز لي طظى، يبقى الهاء، رمز لي بالهاء. كويس؟ قل القدمين. 9 قللناها قدمين بقت 7 في برمهات، بعد كده في أمشير، بعد كده في برمهات بقت 5. 5 أقدام. وبعدين بعد كده قل القدمين في الشهر اللي بعده، يبقى 3 اقدام. برمودة، ورمز ليها بالجيم، مش قال جوبا؟ طظى جوبا. وبعدين قل القدم واحد بقى، اول ما توصل للثلاثة تقل القدم واحد، بشنس بعد برمودة، بشنس رمز ليه بالحرف ب قدمين. وبعدين بؤنة اللي هو بقونة، الناس يقولوا عليها بقونة، مش كده برضو؟ طيب، يبقى رمز ليها بالألف، ويبقى قدم واحد، طول ظل الزوال فيها قدم واحد. وأبيب بعد بقونة أبيب، يفضل ظل الزوال قدم واحد برضو، اللي هو أقصر ظل يعني، أقصر ظل، ورمز ليها بالحرف ألف. أبيب رمز لها بالهمزة اللي هو أبد، جوبا أدي ألف، وبعدين ابد همزه، يبقى الهمزه هنا رمز ليها لابيب، يبقى قدم واحد. بعد كده مصري، بعديه شهر مصري، رمز ليه بالباء بتاع ابد، همزه ابد، يبقى همزه خلصناها في الباء، يبقى الباء تيجي في مصري اللي هو الشهر الثامن، يبقى ظل الزوال فيه يبتدي يزيد بقى، بعد ما بقى قدم واحد بقى 2، وبعدين بعد كده تزود 2. وبعدين الشهر التاسع توت اللي هو رمز ليه أبد الدال، يبقى 4، 4 أقدام ظل الزوال فيه. وبعدين بابا الشهر العاشر، يبقى اللي رمز ليه وحى بالواو، يبقى ظل الزوال فيه 6. وبعدين الشهر الحداشر هطور، زود على 6 2، يبقى 8 أقدام. سهلة؟ 8 أقدام، ورمز ليه بالحرف حاء وحاء. يتبقى بعد كده الياء الأخيرة اللي هو إيه؟ كياك، هو يتكتب كيهك ويتنطق كياك، اله تتنطق ألف كده باللغة القبطية القديمة، تتكتب هي وتتنطق ألف، زي في بعض اللغات كده. تبص تلاقي مثلا يكتب لك مثلا
حرفين في الانجليزي وتنطقها مثلا سي اتش، في الالماني تنطقها خ، وفي الانجليزي تنطقها شين، مش كده برضه؟ هي حرفين. وكذلك في اللغة القبطية الهاء تتنطق في وسط الكلام ألف، وتتكتب هاء في وسط الكلام، وتتنطق هاء في أول الكلام بس، هاتور كياك، وما تيجي تكتب كياك تكتب كاف يه هيه كاف، خدت بالك؟ هو آخر شهر بقى يبقى 10 أقدام ورمز ليها بحرف الياء. يبقى دي لما تعرفها تشوف انت في أي شهر في السنة، تعرف على طول ظل الاستواء ظل، وانت في مصر تعرف ظل الزوال ايه. فلو لقيت الظل بيزيد عن هذه الأقدام، بيزيد عن هذه الأقدام، يبقى انت ايه في الفيء، مش الفيء يزيد؟ لو لقيته أزيد من هذه الأقدام بمثله يبقى انتهى وقت الظهر، بأقله يبقى ما زلت في وقت الظهر، بمثليه يبقى وقت ايه الاختيار في العصر. فهمت سهلة ازاي؟ والقدم قد ايه؟ القدم اللي بيسموه فوت بالانجليزي 12 بوصة، مش كده؟ والبوصة 2.5 سنتي، ويبقى القدم 30 سنتي تقريبا، مش كده برضو؟ يبقى تشوف الأقدام دي قد إيه، كم 30 سنتي، تضربها في عدد، إذا كان قدم واحد يبقى 30 سنتي، إذا كان قدمين تبقى 60 سنتي. ظل الزوال اللي هو أقصر ظل، أقصر ظل لأي حاجة تحطها، أقصر ظل ليها تلاقيه كده مهما طالت، حتى ولو جبل زي عصاية قد كده أقصر ظلها. أيوة ده اسمه أقصر ظل. أيوة ايوه في الشهر ده، في الشهر اللي فيه 9 أدم اللي هو بتاعت ليه، لان الارض اصلها بتلف ومدحدره كده، فلما بتلف الارض كده واخد بالك، والشمس تبقى كده هتنزل الاشعاع عليه بزاويه جامده، يقوم يدي لك ظل عجيب. وبعدين الارض اتعدلت شويه جه فصل تاني فبقت معدوله شويه، الزاويه قلت فالظل يقل، عشان كده بتختلف فصول السنه لهذا السبب. فظل الزوال بيختلف من فصل من فصول السنة على حسب، لأن الأرض بتدور حول نفسها وبتدور حول الشمس، مش كده برضو؟ بتدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة تعمل لك اليوم، والقمر بيدور حوالين الأرض مرة كل شهر يعمل لك الشهر، والشمس والأرض نفسها كلها بقى وهي بتدور حوالين نفسها، بتدور نفسها حوالين الشمس مرة كل 300 يعني 64 يوم وربع تعمل لك السنة. شفت النظام البديع بتاع ربك؟ يبقى الأرض تلف حوالين نفسها تعمل لك اليوم، بتلف حوالين الشمس تعمل لك السنة، القمر بيلف حوالين الأرض يعمل لك الشهر. سهلة حلوة كده. لا لا ده هو حاول يجيبها لك، حاول يجيبها لك بنغمة تتحفظ. هو لقى ان ايه، ان لما يحطها طذا جبا ابد وحى بالطريقة دي هيسهل حفظها. او يا اما في حاجة اسمها علم الجمل، في حاجة اسمها علم الجمل زمان، فيروح يكتب لك كل حرف من ده ليه رقم عندهم، سموه علم الجمل الصغير وعلم الجمل الكبير. يعني يجيب لك كده ابجد هوس حطي كلم صغز دغز، واخد بالك؟ صغز جغص، يبتدي ابجد، دي اللي هي الحروف الابجديه ليها ترتيب. فالالف تاخد 1، الب تاخد 2، الجيم تاخد 3، الدال تاخد 4، ودي لكل رقم حرف، لكل حرف رقم، كويس؟ يبقى كل حرف بقى عندك ليه رقم، لما تيجي ترقم الحروف دي واخد بالك ازاي؟ برقمها المباشر يسموه علم ايه؟ لا بيسموه العلم الجمل الصغير. طيب لكن نفس الحرف ألف ده مكون من 3 حروف همزة ولام وفي، مش كده برضو؟ أروح بقى كمان الألف دي أروح مفصصة، الألف اللي فيه دي رقم 1 واللام رقم كام والفي رقم كام، أروح مجمعه، يبقى ألف عندي ليها رقمين، جمل صغير وجمل كبير، جمل صغير رقمها لوحده وجمل كبير بمكوناتها نفسها. فهمت ازاي؟ علم الجمل الكبير وعلم الجمل الصغير كان في العصر في القرن 19 الهجري
والحادي عشر والعاشر الهجري والسابع الهجري كان منتشر بين العلماء ويحفظوه، لدرجة ان بعضهم كان يكتب لك يعني ابيات شعر بعلم الجمل يقول لك فيها تاريخ القصيدة بعلم الجمل واسمه واسم ابيه وسبب تأليفه، كل ده بعلم الجمل رمز لها كده وانت مش واخد بالك خالص بتقرأ شعر كده، واخد بالك. كانوا بارعين في علم الجمل لدرجة ان كثير منهم كانوا يقعدوا يعملوا الحكاية دي، وبعضهم كان يستعملها في الذكر بعض الطرق، يقوم يشوف رقم اسمه بعلم الجمل الصغير يطابق اي اسم من اسماء الله يقوم يذكر به، فاذا ارتقى يبتدي يذكر بالاسم الموافق لاسمه من حيث الجمل الكبير، يقوم يبتدي ايه الشغلانات كده. بعض الطرق كانت بتعمل الشغلانه دي، دلوقتي اندثرت مثل هذه الاشياء، اندثرت ومشايخنا ما كانوش ايه يهتموا بها، لكنها كانت منتشره فعلا. فربما يكون هو جاب لك الحروف دي على علم الجمل اللي احنا اصلا ما نعرفوش دلوقتي. هو اليهود كانوا يعملوا العلم الجمل ده، اليهود كانوا غاويين يعملوا علم الجمل في اللغه العبرانيه ويدوا لكل حرف عبراني رقم، وبناء على هذه الارقام ابتدوا يفسروا ساعات حتى التوراه بتاعتهم، فهمت ازاي؟ فحرفوها بالطريقه دي، من ضمن وسائل تحريفها تفسيرها بما بلغه لم تنزل به، فكأن ربنا بيكلمهم بالرمز، وربنا ما بيكلمهمش بالرمز، ربنا بيكلمهم بظاهر عباره اللفظ مش بالرموز، مش فوازير هي، فهمت ازاي؟ وعلشان كده لما تيجي في بعض الناس دلوقتي بتقول لك الاعجاز الرقمي في القران الكريم، يرجعوا لك برضه للارقام والارقام ويقول لك مش عارف لقينا الرقم الفلاني، لقينا مثلا 11 سبتمبر الايه دي موجوده في الجزء التاسع وكانت في 9 سبتمبر والايه مش عارف فيها 11 حرف ومش عارف كان فيها ايه، ويقوم يجيب لك التوفيقه كده يطلع لك تاريخ الحادثه بتاعت ايه 11 سبتمبر بتاع امريكا من الايه، وبعدين ايه جرف انهار والحي كان اسمه جرف هار، وربنا بيقول جرف انهار اهو، ده اسمه قلة ادب وجهل وتحريف كلام عن موضعي، تحريف الكتاب عن موضعي. اولا اتضح ان الحي بعد كده ما اسموش جرف هار، طلعت كذبه، خدت بالك؟ فعلا طلعت كذبه، في الاول قال لك ده الحي اسمه كده، طلع مش كده. وبعدين خد بالك ربك قال لك ايه قرانا عربيا غير ذي عوج، يبقى تفهمه بالعربي ما تفهموش بالجمل، لا الصغير ولا الكبير. بقى اليهود يحرفون الكلمه عن مواضعه لان حولوا التوراه الى ارقام، من حروف عبرانيه الى ارقام، وقعد يقول لك ايه والله الحد ده اللي ربنا فرضه على الجريمه دي رقمه كذا، طب ما في عقاب اخر بنفس الرقم، بنفس الرقم، يبقى ايه رايك ما نغير الحد ده ونحط الحد الثاني وهم موافقين للارقام، ايه رايك؟ يقعدوا يعملوا اجتماع الاحبار مع بعضهم يقول لك موافقون، يوافق، تقوم بعد كده التوراة اتحرفت وتحرفت احكام الله بسبب الحكاية دي. فاحنا مش عايزين نمشي بالطريقة دي، نبطل حكاية اللعبة في الارقام دي لانها خطيرة. ربك كذا مرة في القرآن يقولها لك قرآنا عربيا غير ذي عوج، قرآنا يعني افهمه بالعربي، افهمه بالعربي مش بالحساب، افهم، فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده علماءنا يعني ما بصوش لعلم الجمل بقى واهملوه، بمرور الوقت انتهى، وعشان كده اندثر. كان زمان في فتره من الفترات كان العلماء لازم يدرسوه في الازهر، كانوا بيدرسوه ياخدوا محاضرات فيه ويمتحن فيه ويسالوا فيه الشيخ، لان الماده مقرره عندهم، وبعدين مع كده لما حدثوا الازهر لهوه. ايوه ليه حق. فهو 12 شهر، نخلص طب الحته دي يا عبد الله علشان وبعد كده عشان احنا هنقعد لحد 8 ل 10. فهذه 12 حرفا لكل شهر حرف. فطوبة أشار لها بالطاء وهي بتسعة اللي احنا قلناهم، يعني الكلام اللي احنا قلناه هنقراه بقى. فيكون لها تسعة أقدام. وأمشير أشار له أصل خد بالك ليه طوبة شديدة البرد؟ لأن الأرض مايلة كده والشمس كده، فبتبقى نسبيا الشمس ابعد نسبيا عن بقيه فصول السنه، فتبقى برد قوي، وعشان كده تلاقي الظل كمان طويل قوي، فتلاقي تملي معظم النهار مغيم في طوبه عشان بسبب الحكايه دي، فيبقى ظل الزوال هتلاقيه طويل فيها.
وأمشير أشار له بالزاي وهي بسبعة فيكون له سبعة أقدام، وبرمهات أشار له بالهاء وهي بخمسة فيكون له خمسة أقدام، وبرمودة أشار له لها بالجيم وهي بثلاثة فيكون لها ثلاثة أقدام، وبشنس أشار له بالباء وهي باثنين فيكون له قدمان، وبؤنة أشار لها بالألف وهي بواحد فيكون لها قدم. أهو شفت كل رقم اداله إيه؟ اداله رقمه بعلم الجمل، بعلم الجمل. الطاء تاسع حرف، الطاء تاسع حرف، فهمت؟ في أبجد هوس حطي، حطي كلمة، أبجد هوس حطي كلمة، طاء هنا تلاقي التسعة، عشان كده حط طاء في طوبة عشان تسع أقدام، فهمت بقى كان بيشير إليه بعلم الجدول؟ وأنا أول مرة لاحظها والله، بقرأ أنا الحكاية دي من سنين بس أنا إيه قلتها كده ربنا فتح عليا فيها عشان ما يحرجنيش قدامكم، وبعدين طلعت صح. يعني أنا أول مرة أنا افتكرت إن هو في الأول يختار بعض الحروف عشان تبقى ليها نغمة وخلاص، لكن اتضح انها تبع علم الجمل. الحمد لله ده بركاتكم والله ان ربنا فهماني قدامكم. يلا الحمد لله ربنا يستر عيوبنا. واشار بشمس اشار له بالباء وهي باثنين، الباء نمره اثنين، ابجد نمره اثنين وفي علم الجمل. طيب فيكون له قدمان، وبؤنة اشار لها بالالف وهي بواحد فيكون لها قدم واحد، وابيب اشار له بالهمزه وهي بواحد برضه ايضا فيكون له قدم واحد مثله ما قبل، مثل ما قبل. ومصر أشار له بالباء وهي باثنين كما علمت فيكون له قدمان مثل بشنس. وتوت أشار له بالدال، أبجد دال ثلاثة مش كده برضه ولا إيه، وهي أربعة فيكون له أربعة أقدام. وبابة أشار له بالواو وهي بستة، أبجد هوز، يبقى الواو هنا ستة نمرة ستة فيكون له ستة أقدام. وهاتور أشار له بالحاء حطي وهي بثمانية فيكون له ثمانية أقدام. وكياك أشار له بالياء وهي بعشرة فيكون له عشرة أقدام. فإذا زادت على ذلك قدر قامتك أو قدر الشخص فقد فرغ وقت الظهر ويدخل عقبه وقت العصر. وقدر قامة الإنسان قد إيه؟ الإنسان المعتاد المتوسط يعني الطول ستة أقدام، وقيل سبعة، وقيل ستة ونصف، لا اختلاف في المعنى، لأن من قال ستة فقد ألغى الكسر، ومن قال سبعة فقد جبر الكسر، ومن قال ستة ونصف فقد نظر للحقيقة. قامة الإنسان كانت المتوسطة حوالي 180 سنتي، الوقت في مصر حوالي 160 المتوسط، لأن ما زال الخلق في تناقص، النبي قال كده صح صح. فكل ما تقرب القيامة تلاقي الناس إيه تقصر شوية بشوية، واخد بالك؟ شوف سيدنا ادم كان ايه 60 ذراعا في السماء طوله، يعني يمشي كده واخد بالك يبقى ايده على السطوح. 60 ذراع في 30 سنتي كام؟ 9 متر مش كده برضه؟ في كام؟ 18 متر. احنا البناء اللي احنا فيه ده 15 متر، يعني يمشي كده في الشارع 17 يبقى شايف الناس اللي على السطوح. حاجه جميله. مش هينزل يلاقي ديناصورات يا عم عايز يعيش في وسطها؟ مش لازم ربك يعني خليه يعرف يعيش في وسط العالم دي؟ هما ما يجي يمشي جنب الاسد يقوم الاسد يخاف منه ينكشح، ما كانش لسه في بيوت وبتاع وشغلان، يلاقي الاسد قدامه كده زي ما تشوف انت سحليه يجري كده وانتهى، صح ولا لا؟ نلاقي الديناصور يبقى ماشي جنبه كده يملس على قفاه، واهل الجنه هيبقوا في طول سيدنا ادم في الجنة، هتبقى طولك كده في الجنة، مبروك عليك، كله طول واحد عشان ما حدش يزعل، ولا ده يقول للتاني قصير ولا طويل ولا مش عارف ايه ولا رفيع ولا فيش الكلام، كله طول واحد وكله عمر واحد 33. كان طوله 60 ذراعا في 7 أذرع عرض، 7 أذرع عرض ده طول سيدنا آدم. وما زال الخلق في تناقص، النبي يقول صلى الله عليه وسلم، لحد ما تيجي دلوقتي الشيخ البيجور اهو كان في القرن ال 12 الهجري يقول لك متوسط القامه 180 سنتي، دلوقتي بقى متوسط القامه نزل في 200 سنه 20 سنتي، بقى متوسط القامه 160 كويس. فالحكايه يعني واضحه على على ظل الزوال،
ما احنا بنقول لما يبقى ظل الشيء مثله ينتهي وقت الظهر، اي مثله زائد ظل الزوال. فهمت؟ واضح الكلام؟ احنا قايلين ان الشمس بتفضل تطلع كده، الظل يقل 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 لحد ما يوصل لاقل ظل ممكن، ما يقلش عن كده بعد كده. ده يسموه ظل الزوال، اللي هو عمله في الشعر الامام السيوطي حسب شهور السنه. فاذا تحول هذا الظل اللي هو اقل ظل من جهه الغرب الى جهه الشرق، مجرد تحوله دخل وقت الظهر، ويبتدي بعد كده يزيد. فلما يزيد يبقى فيق لحد ما يبقى مثله زائد ظل الزوال، مثل طول الشيء زائد ظل الزوال، يبقى انتهى وقت الظهر. وضحت الكلام؟ لا، مثليه دي لما يبقى ايه، انتهى وقت الاختيار في العصر، او دخل وقت العصر عند الاحناف. ما اما بيقول لك ظل الشيء مثله يعني زائد ظل الزوال. واضح الكلام؟ يعني تضيف ليه ظل الزوال عشان يبقى مثله. انا حاطط عصاية متر، ظل الزوال 50 سنتي، يبقى لما يبقى ظلها 150 في جهة الشرق، يبقى دي معناها ظل الشيء مثله زائد ظل الزوال، لانه 50 وهي متر، يبقى 150، يبقى اروح مأذن للعصر. فهمت ازاي؟ سهلة؟ بتحول، بيقول لك ايه، ويعرف ذلك الميل بتحول الظل الى جهة المشرق، الى جهة المشرق بعد تناهي قصره الذي هو غاية ارتفاع الشمس، اللي هو ما فيش اقصر من كده بعد كده، ما يقصرش عن كده. بصيغة التفاعل بتحول، وفي نسخة التحويل على صيغة التفعيل، والاولى اظهر اللي هي التحول. وقوله الظل اي ان كان هناك ظل وقت الاستواء، لان في يومين في السنه في مكه ما فيش ظل استواء، في مكه في يومين في السنه، يومين في السنه، اقصر اطول يوم في السنه قبليه ب 26 يوم، واخد بالك، واقصر يوم في السنه بعديه ب 26 يوم. في الوقتين دول يبقى ايه، الشمس كده فوق الشيء بالظبط، فتلاقي ظل الاستواء تحته، مالوش ظل استواء، ده في مكة بس. عشان كده قالوا مكة سرة الأرض، لا يوجد بقعة على وجه الأرض بيبقى ظل الاستواء تحتها في أي يوم في السنة إلا في مكة يومين بس. وعشان كده عرفوا إن مكة سرة الأرض من كده. فهمت بقى المسألة؟ أم البلاد. أطول يوم هتشوفه أنت بقى في النتيجة. أطول يوم بيبقى إمتى؟ لما تبقى الشمس بتغرب أبعد يوم، النهار يعني أطول نهار. مش الليل بيدخل في النهار والنهار بيدخل في الليل، فشوف أطول نهار يوم إيه؟ وأقصر نهار يوم إيه؟ فهمت؟ فبيقول هنا: إن كان هناك ظل الاستواء أو بحدوثه، أو بحدوث ظل الاستواء ووجوده بعد عدمه، إن لم يكن، وذلك يقع بمكة قبل أطول أيام السنة ب 26 يوما، وبعده كذلك، يعني قبليه ب 26 يوم، وبعد أطول يوم ب 26 يوم، يحصل مرتين، مرة قبليه ومرة بعديه. فهو في يومين، أحدهما قبل الأطول والآخر بعده بالقدر المذكور، هذا هو الصواب، وليس في أطول أيام السنة كما وقع في عبارة الشيخ الخطيب. ولا يكون ذلك يعني في أطول أيام السنة كما وقع في عبارة الخطيب الشربيني في شرحه، لأن لما تقرا الخطيب الشربيني في شرحه قال إنه بيحصل في أطول يوم في السنة، لا بيقول لا، ده هنا فيه خطأ، ده بيحصل قبليه ب 26 يوم وبعديه ب 26 يوم. إلى جهة المشرق أي من جهة المغرب، لأن إحنا قلنا الظل جهة الغرب، مش كده برضه؟ الظل جهة الغرب والفيء جهة الشرق. والفيء جهة الشرق. أي من جهة المغرب، والجر والمجرور متعلق بالتحول، مش كده برضه؟ تملي الجر والمجرور متعلق بحاجة قبله. وقوله بعد تناهي قصره ظرف للتحول الذي هو غاية ارتفاع الشمس، صفة لتناهي قصره، فالضمير له. وقوله غاية ارتفاع الشمس أي آخره، والاستواء هو وقوف الشمس في وسط السماء حينئذ، يعني في زاوية عند زاوية 90 درجة بالضبط في كبد السماء. وآخره أي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله،
بعد اي غير ظل الزوال، ونقف على اخر وقت الظهر، لان احنا كده الحصه انتهت والجرس ضرب، فنكمله المره الجايه ان شاء الله. هناخد، شفت وقت الظهر بياخد وقت ازاي في شغله، لكن بقيه الاوقات بقى سهله، بس وقت الظهر منه فيه شويه شغل شويه، الباقي بقى هتكون عرفت، فمش هنتعب قلبنا معاك تاني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما تكلمت طبعا الغافلون مددا.